متواصلين حتى التسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. توتسويت حاضر معنا رئيس مدير عام السيبك سيد مراد بن حسين في المباشر، نحكي وعلى اخبار، نعرفوا ديما برشا اسئلة على السوسيتي دو كوميرس انترناسيونال، دونك ديما برشا تساؤلات، فرصة باش نحكيو عليهم بعد القرار الاخر والاعلان هو اطلاق منصة الكترونية لادارة تصاريح التأسيس والاستغلال لفائدة شركات التجارة الدولية. باش ناخذوا التفاصيل مع سي مراد معنا في المباشر. صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. صباح الخير وسيم، صباح الخير كافة مستمعي متابعي إذاعة تكسر. شكرا لك تفاعلك معنا اليوم الصباح. إذا كما قلت، مركز النهوض بالصادرات يطلق منصة إلكترونية لإدارة تصاريح التأسيس والاستغلال لفائدة شركات التجارة الدولية. شو نفهموا من هنا ساعة قبل ما ندخل في التفاصيل؟ يعني تبدأ قاعد في دارك تخدم تأسس الشركة السي ام تاعك كما يقولوا، دونك شركة التجارة الدولية، كيفاش بالضبط؟ شنو هو الهدف من هالمنصة هذه؟ وندخل في التفاصيل. تمام، هي شركات التجارة الدولية تعرف بالكلمة اللي هي تخضع للإجراءات الإدارية، هو مش مسألة الإنشاء ولكن التصريح، يعني النشاط نتاعها يخضع لإيداع تصريح لمركز النهوض بالصادرات، وكان التصريح قبل يتم بطريقة يعني مباشرة في مصالح مركز النهوض بالصادرات بصفة ورقية، وانتقلنا في اطار المشاريع المهيكله لمركز نهوض بالصادرات انشاء منصه رقميه لمعالجه ايداع التصاريح او تجديدها عبر المنصه هذه www.sci-tunisiaexport.tr، يعني تعطيها الامكانيه انه يعالج تجديد الشهاده ايداع التصاريح عن بعد. يعني هي فيها تسهيل الاجراءات الاداريه بالاساس، وفيها تندرج كذلك في اطار رقمنه الخدمات بالنسبه لمركز النهوض بالصادرات، واللي هي تتوفر فيها جميع ضمانات السلامه المعلوماتيه. واضح، هذه بالنسبه هي السي معناتها الشركات هذه التجاره الدوليه فيها مينيموم معناتها كابيتال تاسيسها، فيها بعض الشروط معناتها اللي في بعض الاحيان فيها شروط، وفيها في إيداع التصاريح ثم يلزم الشروط هذيك تكون متوفره، وثم خاصه في التجديد ثم يلزم الاثبات انه الشركه مارست انشطه تجاره دوليه وقامت بالعمليات، هذاك علاش هي الشهاده صالحه لفتره معينه، ويجب دائما تجديد التصاريح هذيك، واللي هي تعتبر بالنسبه لاصحاب الشركات هذيا ثم إشكاليات خاصة عناء التنقل للمركز لإيداع التصاريح أو تجديدها. المنصة هذه باش تمكنهم بالمعالجة ملفاتهم عن بعض. واضح. بالنسبة هذه للشركات التجارة الدولية معناتها في شكلها في تأسيسها إلى آخره، المنصة هذه هي تجي إجابة لشنو؟ هل كان فما طلب؟ هو نعرف أكثر طلب أكيد راك تبيدك معناتها سي مراد ديما تسمعوا اللي فات، حتى كنت في ندوة سمعته معناتها يقول لك على المبلغ هذايا من الأول، فما برشا شباب ممكن يحبوا يطلقوا الشركة نتاعهم تاع التجارة الدولية، ولكن يقول لك فما لو فران هذايا نتاع المبلغ المينيموم، ولكن هذه حاجة معناتها مدروسة أكيد، ما نعرفش معناتها إذا كنت تنجم تتنحى تنجم تنقص، وإلا فيها لوجيك معناتها في المبلغ هذاك، بالعكس ممكن عنده مدة المبلغ هذا ما نعرفش باش يتطور على أوس على باس، كان فما في النقطة هذه ثم نحكيه على المنصة. يعني هو بالأساس نص الشريعة يحدد المبالغ هذه. احنا العمل اللي قمنا به عبر المنصة الرقمية هذه هي فرصة، بس نذكر أنه عبر موقع المنصة ينجموا يتطاول المستثمرين الكل فيديو موشن، اللي هي تمكنهم معك من متابعة طريقة إيداع ملفاتهم أو تجديد شهادة الإيداع بالتصاريح. نرجع لمسألة الشروط القانونية، هي شروط محددة بنصوص ترتيبية. المنصة هذه الهدف نتاعها هي مش معالجة الشروط، يعني هي نفس الشروط ولكن بالنسبة لبقية المسائل اللي هي تم طرحها حتى من قبل شركات التجارة الدولية. تذكروا فيما احنا خلال شهر جويلية الكل قمنا ب اجتماعات قطاعية في إطار الإعداد
المجلس الأعلى للتصدير. ومن ضمن الاجتماعات القطاعية اللي قمنا بها هي قطاع هي اجتماع مخصص لشركة التجارة الدولية، وكانوا متواجدين معنا وسمعنا الآراء نتاعهم والمقترحات، وإن شاء الله احنا تو رفعنا التقرير لوزارة الصرف وزارة التجارة وتنمية الصادرات باش يقع دراستها، وثم إمكانية تاع معالجة النصوص التركيبية هذه بهدف مزيد تسهيل الإجراءات. واضح. بالنسبة لبقية الحديث كان تسمح سي مراد بن حسين رئيس مدير عام سيبكس، نذكر مستمعينا باش نمشيو مع فاصل قصير، خلينا نحكيو بتفاصيل على البلاتفورم هذايا شنو باش تجيب، كيفاش تصير الاطلاق الرسمي صار، يعني هل اللي يسمع فينا وعنده نية انه يطلق نوع هذا من الشركات ينجم من اليوم معناتها يقوم بالاجراءات؟ بالضبط التفاصيل بعد فاصل قصير، كان تسمح سي مراد بن حسين ومستمعينا راجعين في برنامجكم اكسبريسو. إكسبريسو مع زيوت كوارتز وروبيان تاع توتال انرجي تهنى على الميكانيك والموتور ديما يطنطن ونظيف، وما تفلتش برومو الصيف حتى 10 سبتمبر، تمتع ب 10% تخفيض على زيوت كوارتز و 5% تخفيض على زيوت روبيان. مالا ايجال توتال انرجي توت سويت وامورك سته زيت. زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. البرمجة الصيفية وليد برحومة وفريقه يستناوكم كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعة للأربعة متاع العشية في موعد جديد من الإكسبريس. اقتصاد ولا سياسة، عالميا ومحليا الأخبار والتحاليل ما يفوتكم منهم شيء على إكسبريس الفار. انترفيو مواصلين في برنامجكم اكسبريسو حتى للتسعة ونص. سي مراد بن حسين رئيس مدير عام سيبكس، نجد لك التحية، مرحبا بك سي مراد. شكرا. إذن مرحبا بك سي مراد. كما كنت أقول قبل الفاصل نحكيه على الشركات التجارة الدولية ومركز النهوض بالصادرات سيبكس يطلق منصة إلكترونية لإدارة تصاريح التأسيس والاستغلال لفائدة شركات التجارة الدولية. شنو نفهم من هذيك؟ كان تعطينا التفاصيل، يعني عمليا مستمع يسمع فيك يحب يطلق شركة تاع تجارة دولية أو قاعد يستغل في شركة متاع تجارة دولية، شنو تجيب له البلاتفورم هذه؟ شنو تبدل له؟ نحب نذكر الوسيل اللي لادغيس الكترونيك دو لا بلاتفورم اللي هي www.si-tunisaexport.tn. كي تدخلوا على المنصة هذه باش تلقاو شريط مصور بيداغوجي، فيديو موشن ديداكتيك اللي يفسر عمليا كيفاش يتم الولوج للمنصة وشنو ما المراحل لإيداع التصاريح أو تجديد شهادة إيداع التصاريح. هي بالتأكيد ثم نصوص تركيبية فيها مجموعة من الوثائق اللي كان معناتها من العادة أنه المستثمر أو صاحب الشركة يقوم بإيداعها مباشرة في مركز النهوض بالصادرات في المكتب المخصص لذلك. تو ينجم عبر المنصة تكون عنده الشهادة نتاعو، يعمل الابلود، ومن بعد ثم ان كيو ار كود كي اتريبيوي معناتها يقع اصداره وتخرج له الشهادة. يمكن حتى يطبع الشهادة نتاعو من مكان العمل نتاعو في مكتبه ولا في منزله، يكون موجود فيه لو كيو ار كود، يقوم ذلك كذلك بعملية دفع مباشرة إلكترونية. يعني المسألة ما تطلبش حتى تنقل أي مكان باش ياخذ يا إما الشهادة نتاعو عند إيداع التصريح أو يقوم بتجديد الشهادة نتاعو إذا كان عنده ديجا شهادة بتصريح بممارسة نشاط شركة التجارة الدولية. واضح. سي مراد بن حسين، أنا حاولت ندخل على البلاتفورم، بوم معناتها بلوز وموا معناتها ما نعرفش معناتها اليوم الاستعمال بيان ايفيدامون باش يكون للناس اللي عندهم شركه تجاره دوليه اوبيراسيونيل من اليوم ديجا، اوني بيان داكور من نهار الجمعه معناتها ما صاروش دي زانسيدون ولا حاجه، معناتها قاعده تدور. اي بالتاكيد دور.
واضح. بالنسبة كما قلت معناتها التأسيس معناتها متاع شركة التجارة الدولية والاستغلال هذا اللي باش تخدم عليه البلاتفورم اليوم دو ازيد كل شيء نجم يصير دونك على البلاتفورم هكا. اي دو بوتومبو معناتها طول البروسيسوس من ايداع الوثائق الى غايه دفع المعاليم واصدار الشهاده يصير عبر البلاتفورم، وعاد حتى دي بوان فوكو اذا كان ثم استفسار من قبل اصحاب الشركات يمكن الاتصال بهم سواء كان في المقر المركزي للسيتكس دونك لوغيشي يونيك والا حتى في مراكز السيتكس بالداخل في سوس اوف السيتكس ثم امكانيه نتاع الاتصال بلي بوان فوكو هذيا لمزيد الاستفسار. وثم بالاضافه الى كما قلت الفيديو موشن وثم حتى ان هيلب ديسك موجود او نيفو دو سيتك ينجم اللي يحب يطلع على العمليه يشوف مباشره يقع مرافقته في المساله هذه. واضح. دونك عديد الخدمات هما تمكين المستثمرين من تقديم طلبات الانشاء نتاعهم، تجديد ملفات الشركات التجاره الدوليه عن بعد، تسليم شهائد ايداع التصاريح تكون موقعه اليوم باستعمال الكيو ار كود دونك حاجه هايله، وزاده معناتها تعطي الامكانيه نتاع المعالجه الفوريه الملفات من قبل دونك الاطارات المركز وغيره، دونك فما كونتاكت ديريكت. هذه لا بروميس بتبيع، احنا ما جربناها الحقيقه، دونك فما مستمعين جربوها باش يجربوها ينجموا يعطيونا الفيدباك نتاعهم. مرحب بها كولا سي مراد باهي ديما باش نجموا. بالتاكيد هو معناتها سي ان بروسيس كون فيان جوست دو لونسي كما قلت، وبالتاكيد في بدايه يعني التنفيذ يمكن سي بوسيبل كما اي مشروع يمكن يصير فيه بعض التعديلات، واحنا سور لا باز نتاع الفيدباك اللي باش يجينا من الشركات باش نطوروها. احنا مازلنا في التعاقد مع المؤسسه اللي قامت بتطوير المنصه هذه، عندنا امكانيه نتاع معالجه اذا كان ثم اشكال او ثم طلب من بعض الشركات اللي ثم اشكاليه في مساله تقنيه، مازلنا ثم امكانيه نتاع تطوير المنصه هذه. واضح. دونك وحطيتو تنجمو ننشروهم احنا ذوما حتى على موقعنا، حطيتو دونك دي كونتاكت كيما قلت انت كسوا في تونس، معناتها تونس نحكي والعاصمه في تونس معناها السيده سلوى العويني، فما في صفاق السيده هدى سلامي والسيده فاطمه كليده، في سوسه السيده نيله عايش والسيده سميه سخامه، وعندكم زاده السيده صوفيا بن عياد والسيد بن حسام مراسي، ذوما فريمون في التكنيك معناتها حطيتو كل شيء بكل شفافيه. سيسكي بيان بليزيميل نتاعهم ارقام الهاتف نتاعهم، انا هو عطيت لسامي نحييهم خاطر هما باش يكونوا في الصف الاول توا في الفيدباك، دونك فوالا نجموا في لو بوان حتى بعد جمعتين ثلاثه معناتها من التجربه لا رونتري ونشوفوا كيفاه ماشيه التجربه هذه. يعطيكم الصحة. إذا بالنسبة للشركات التجارة الدولية والمبادرة نذكروا منصة دونك ذكروا بالعنوان نتاعها سي مراد www.sci-tunisiaexport.tn. دونك www.sci-tunisiaexport.tn البلاتفورم تمشيو تجربوها كان باش تطلقوا شركة نتاع التجارة الدولية أو قاعدين تستغلوا فيها وحاشتكم أوراق شوفوا شنو الخدمات متوفرة لكم على الخط. في الختام سي مراد بن حسين اخترم فرصة وجودك معنا، فيما يخص العمل كله لدعم الصادرات اليوم مانيش باش نحكيو على التفاصيل كل، ولكن فما اكثر سؤال يرجع اليوم كيفاش دعمكم للمشاركه في التظاهرات قاعد ينقص متواصل، فماش تظاهرات جديده باش تدخل، فماش قطاعات جديده ما كانتش، لانه اليوم بالاساس يظهر لي قطاعات تجاريه بحته وتابعه لوزاره التجاره، يعني مثلا كانوا يسالوا فيا سؤال هو نغتنم فرصه هكا في المباشر باش يشاركوا في معرض نتاع السياحه دونكوني، ولكن ساغست يقول قايل دو ليكسبور باش يصدروا معناتها خدمات ودخلوا عمله صعبه، هل هذا معني تنجم يتم دعم مشاركتهم في صالون لانه عندهم دي فري هما الى اخره من قبل سيباس كيفاش تصير؟ فلا حبيت نحكي على هالدعم نتاع المشاركه في تظاهراتك اللي دعم تاريخي معناتها برشا عباد طوروا البزنس نتاعهم ويقولوها لتوا معناتها دي ساكسيس ستوري غاس لك الدعم هذاك، كيفاش اليوم لتا دي اليوم نتاعو معناها؟
احنا بالنسبه للدعم وسيم، تعرف اللي عندنا برنامج سنوي اللي هو مصادق عليه من قبل وزاره الاشراف، اللي هو موجود على موقع الالكتروني للسيتكس. البرنامج هذا فيه تقريبا اكثر من 60 تظاهره، تقريبا 30 معرض وصالون، والباقي اكثر من 30 ولا 32 لقاءات مهنيه. بالنسبه للمعارض، المعارض والصالونات، المشاركه فيهم بطبيعه الحال عندنا عدد المؤسسات محدود على حسب المساحه اللي يقع الاتفاق فيها مع منظم الصالون، والشركات اللي تشارك بطبيعه الحال المشاركه نتاعهم تكون رمزيه على خاطر الكلفه نتاع ناخذ مثلا صالون اللي هو قادم من اهم الصالونات في 2023، صالون انوغا في قطاع الصناعات الغذائيه بالمانيا، واللي كلفه المشاركه نتاعو عاليه برشا على المؤسسات. غالبيه المؤسسات ما تقدرش باش تشارك لوحدها في الصالون، دونك المشاركه تكون عبر السيتكس اللي هو يعطي دعم للشركات يعني للمشاركه بفضاءات تجاريه في الصالونات هذه. بالاضافه اذا كان الصالون ما يكونش موجود على القائمه نتاع المعارض اللي شارك فيها سيتكس، يمكن اي شركه في اطار تصدير المنتوجات سواء كان خيرات والا خدمات تعمل مطلب للسيتكس تتمتع عبر صندوق النهوض بالصادرات بدعم. دونك الدعم هذاك محدد حسب الوجهه وحسب السوق، يعني ندعم كل القطاعات اذا كان تم عبر صندوق النهوض بالصادرات، اذا كان المعرض هذاك مش موجود على القائمه اللي هي شارك فيها السيتكس، واللي هي الشركات نجم تكون مشاركه عبر الفضاء او لو ستون دو سيتكس. واضح. هذا بالنسبه للمجهود نتاع، سامحني وسيم جست حاب نزيد اللي هو ثم احنا معناتها في قطاع المعارض ثم العديد من الهياكل العموميه اللي هي تكون مشاركه في المعارض بالاضافه للمركز النهوض بالصادرات. ثم نعرفوا مثلا المعارض بالنسبه لزيت الزيتون المعلب الباكتيك يكون موجود، الصناعه التقليديه ثم الديوان الوطني للصناعات التقليديه، ثم في السياحه الديوان الوطني الديوان التونسي للسياحه. احنا ثم تنسيق مع الهياكل هذوما، هما عندهم القطاعات، احنا نجيو معناتها لاحقا لدعم المؤسسات اذا كان هي تطلب الدعم من صندوق النهوض الصادرات. وتعرف حتى بالنسبه لصندوق النهوض الصادرات احنا اطلقنا زاد اطار الرقمنة الخدمات نتاعو للداتا كاب اللي كنا اعلنا عليه في اكتوبر 2022 واللي انطلق مع نهايه السنه. يعني هذوما الكل العمليات المشاريع المهيكله واللي هي تندرج في اطار رقمنة خدمات المركز النهوض بالصادرات، الهدف نتاعها هي تسهيل الاجراءات على المتعاملين الاقتصاديين. واضح. اليوم كما قلت ليفوغ تاع الدعم هذايا مهم ياسر، شنو ما القطاعات بالاساس اللي فما خدمه كبيره عليهم الان؟ هل يقعدوا معناتها الصناعات الغذائيه بالاساس، ونحكي وهوني ممكن على زيت على دقله على فوالا، شنو التوب 5 نتاعكم معناتها بالنسبه للسنه اللي فما تركيز كبير العمل عليهم؟ احنا تقريبا كل القطاعات، تما القطاعات اللي بالتاكيد احنا عندنا فيهم امكانيات تصديريه وعندنا فرص تصديريه فيهم في العديد من الاسواق. تذكر وسيم كنا اعلنا حتى في فتره سابقه على عمل بموجب مصفوفه ثنائيه، معناتها اون ماتريس برودوي مارشي، واللي قلنا فيها حددنا فيها عدد من الاسواق وعدد من المنتجات اللي عندنا فيها امكانيات تصديريه، خاصه امكانيات تصديريه غير مستغله، ان بوتنسيال ان اكسبلوتي في الاكسبور، واللي هما يهموا براتيكمون القطاعات الكل، الصناعات الغذائيه والفلاحه، الصناعات المعمليه، الصناعات الصيدلانيه، وكذلك خدمات الصحه، خدمات التكوين. الحاجات الجديده يمكن اللي توا قاعدين نشتغل عليها كذلك بالنسبه للشركات الناشئه والصناعات المجدده، هذوما من ضمن القطاعات الجديده اللي قاعدين نشتغل عليها، بالاضافه الى اسواق جديده. احنا مش تواجدنا في اسواق كما في اذربيجان، عندنا سوق جديده ان شاء الله باش يكون عندنا مشاركه في معرض
في الهند، شاركنا في نادي أول مرة في معرض في كوريا الجنوبية. عنا قاعدين ننوعوا في المشاركة متاعنا في الأسواق هذه الجديدة، واللي هي تمثل كما قلت فرص تصديرية غير مستغلة من قبل الفاعلين الاقتصاديين. احنا كنا عملنا حتى اجتماعات من خلال الاجتماعات القطاعية مع المتعاملين الاقتصاديين، وضحنا شنو هما الأسواق هذه باش نعطيو أكثر فيزيبيليتي بالنسبة للزوبيراتور ايكونوميك بالنسبة للأسواق هذه. شكرا لك السيد مراد بن حسين، رئيس مدير عام السيبكس. فما اللقاءات الدوريه تفاصيل اللي تنظموهم معناتها دي شانج، ما نعرفش الجايه وقتها بروبابلمون في سبتمبر، وما نعرفش شنو الموضوع نتاعك، كنت تحب تستدعى الناس من الان حتى ما حد لا بروشين ماتينال دو ليكسبور صباح التغذيه ان شاء الله 22 سبتمبر على تيماتيك اللي مهمه برشا ويستنوا فيها برشا لي زوبيراتور، لو فينونسمون واللوجيستيك. دونك هذوما دونك سا فا تيتر لاكسي او فينونسمون برينسيبالمون دونك التيماتيك تاع هذوما لي نير دو لا غير، التمويل واللوجيستيك. دونك زوز في نادو واحده، دونك نهار 22 سبتمبر في اطار لي ماتينال دو ليكسبور، دونك عندكم غادي في دار المصدر. شكرا لك، تحية ليك وكل المصدرين اللي يسمعوا فينا واللي يقوموا بمجهود مجهوداتهم قاعدة تعطي وكلها معناتها اليوم في تطوير المنتوج، في تطوير المنتوج المصدر معناتها في بلادنا من بلادنا، والإزفاق كما قلت قاعدين يعطيوا في نتائج. تحية لهم الكل، كل الناس قاعدة تقوم بمجهود في هذا السياق. وشكرا لك سيد مراد بن حسين، رئيس مدير عام سيبكس، على تفاعلك معنا. نذكر مرة أخرى سي مراد بالموقع الجديد والمولود الجديد www.sci-tunisiaexportlesca.tn، دونك بلاتفورم منصة للإلكترونية لإدارة تصاريح التأسيس والاستغلال لفائدة شركات التجارة الدولية. شكرا لك. أقعدوا معنا مستمعينا، مازالنا مواصلين في برنامجكم إكسبريسو حتى للتسعة ونص، موعد فلاش شانج وراجعين.